بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة للمتابعين. أحد الأخطاء والمشاكل اللي تصير محطة تصفية المي مشكلة كلش كبيرة، وهذا المفروض طبعا الشركة اللي تسوي هذا الشيء المفروض تنبه عليه حتى لا يقعون بمشكلة. لا تنظم. نعم. هي هذا سبب عدم التنظيم. نعم، سبب عدم تنظيم بالنسبة. مو بلوحة إلكترونية. نعم. الشركة ما نظمت شيء. ولا خلت ولا نبهتك على قياس المي. اي المفروض تتبع على قياس. اي نعم. هسه راح ندخل بيها واحدة واحدة. طبعا هذا الخزان بحصو وبنوع من الفحم. شوف هسه احنا قاصلكم اياه هذا حتى تشوفونه. هذا بداخله يكونن. زين. هذا طبعا سعره 300,000. هنا صاحب الفلتر وقع بمشكلة بانه الخزان كان فارغ ما بي مي. فسحب هواء وانضغط انكبس، يعني هذا من الضغط لانه ضغط قوي انكبس. فصارت مشكلة عدة، بدله الشركة بدلته ب 300,000. فهسه راح نبحث الموضوع ونشوف شنو بالضبط المشكله. هنا اصل المشكله اكو تعيار هنايا بهذا المنظم، هذا يعير لك مستوى المي، اذا اكو انخفاض بمستوى المي يعطيك تنبيه. هنا الشركه كان تعيارهم الى غلط فصارت المشكله. اللي نطلبه من اصحاب معامل تصفيه المي ان ياخذون ضمان بالعمليه هذه ويسوون تجربه قبل ما يبلشون بها. فحل للمشكله حتى صاحب محطة التصفية سوى فد فكرة. هسه راح نشوف الفكرة. هنا جبنا صوندة شفافة، اذا تشوفوها هاي الصوندة ربطناها من نهاية الخزان والى بداية الخزان الاعلى يعني. فشوف هسه هذا مستوى المي، اذا المستوى تقريبا هذه الصوندة هذا الصوندة هي هذا. هذا مستوى المي هي هذا، تشوفونه هذا واصل لهنايا مستوى المي. زين عيني. فتقدر تعرف بانه الخزان مالتك بي مي لو لا. فهاي الفكره. نعم هذا المستوى الاعلى اللي تشوفونه، وهذا هو المي هيانا، هذا واصل لنا المي، وهذا المستوى الادنى مالته. فهاي الفكره اذا واحد يسويها حتى لا يقع مشكله، حتى لا ينباق يبوق هواء ويكبس عنده الفلتر مالته وتوقع بمشكله. تحياتي لكم.